بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدم لكم هذه المادة. الله تعالى، باب قول الله تعالى: ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد الحسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق: فأعطي ناقة عشرا. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، فأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر وبالإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن نبرس يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإن ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله، هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا الباب لبيان ظلم الإنسان وجحود الإنسان، وأنه يغلب عليه الجحود وعدم الإقرار بالنعم. هذا هو الغالب على الإنسان،
كما قال جل وعلا والإنسان يقول إن هذا لي، يعني هذا الذي عندي ما من عندي ومن أسبابي ومن كسبي، قال مجاهد هذا بأعمالي وأنا محقوق به. وقال في قوله تعالى من قارون على عندي، يعني على علم عندي بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أن له أهل، أني له أهل. قال آخرون على شرف لي وأني ذو شرف لهذا أعطيت هذا المال. المقصود من هذا كله أن الغالب على بني آدم الجهود وعدم الإقرار بالنعم إلا من وفقه الله وهداه واعترف بالنعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن ألا يتأسى بهؤلاء، وأن يحذر أخلاق هؤلاء، وأن يشكر نعم الله من الصحة والمال والبصر وغير هذا ما يعطيه الله جل وعلا، ولا يتأسى بهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. ثم ذكر المؤلف رحمه قصة الأبرص والأقرع والأعمى لأنها داخلة في هذا البيان. هم ثلاثة في من قبلنا امتحنهم الله بالسر والضر، أحدهم أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى، كانوا من إسرائيل قبلنا. فجاء أرسل الله إليهم ملكا يبتليهم بالسر بدل الضر، فقال له الملك أي شيء أحب إليك؟ قال جلد حسن ولون حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به وهو البرص، فمسحه وذهب الله عنه البرص. فقال أي المال يحب إليك؟ قال الإبل، هو البقر شكر الراوي فأعطي ناقة عشرة، يعني في بطنها ولد. وقال له الملك بارك الله لك فيها. ثم ذهب الأقرع فقال له مثل ما قال الأبرص، قال أن يذهب عن شعر حسن ويذهب عني الذي قد قال الناس به، فمسح رأسه وأعطاه الله شعرا حسنا. قال أي المال يحب إليه؟ قال البقر فأعطي بقرة حاملة. وقال له الملك بارك الله فيها. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه ورد الله عليه بصره. أي المال؟ قال أي المال يحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة والدة يعني ولود. وقال له بارك الله فيها، بارك الله لك فيها. فأنتج هذان صاحب الإبل والبقرة، أنتج صاحب الناقة أنتجت بكرة، والبقرة كذا، والبقرة أنتجت، وصال لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر. بارك الله، أجاب الله دعوة الملك فأنتجت ناقة هذا وبقرة هذا، وأنتج النتاج وكثرة الإبل والبقر عندهم. وهكذا الأعمى أنتجت شاته وصار عنده واد من الغنم. وهذا امتلاء وامتلاء وامتحان، ابتلوا بالضراء ثم السراء. ثم جاءه ملك امتحان لما أعطاهم الله هذه النعم، امتحانهم الله جل بهذا السائل. فجاء الملك في صورة أبرص فقير يسأل، يقول أنا ابن سبيل وانقطعت بالحبال، يعني انقطعت بالأسباب، ما عندي شيء، أسألك بعيد أتبلغ به في سفري هذا. جاء صورة أبرص حتى يتذكر حاله الأولى، إذا رآه يتذكر حالته الأولى وفقره، لكن ما نفعت فيه. فقال حقوق كثيرة، ما عندنا شيء، أنا واردات كثيرة وحقوق كثيرة تعدرة. قال ألم تكن أبرص لقد ركه الناس فقيرا فأعطاك الله المال فجحد؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، جدا عن جد. فقال له الملك إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت. والظن والله أعلم أنها أجيبت دعوة الملك وأنهم رجعوا إلى حالته الأولى أبرص فقير، نسأل الله العافية، بدعوة الملك. ثم أتى الأقرع فقال مثل ذلك، رجل كبير وابن سبيل، رجل فقير وابن سبيل، قال انقطعت بالحبال إلى آخره، أسألك بقرة تبلغ بها. فقال الأقرع الحق كثيرة مثل أبرص. فقال ألم تكن أقرع يقدرك الناس وأعطاك الله المال؟ قال الحق كثيرة، نسيها وجحد حالها الأولى. فقال له إن كنت كاذب فسيرك الله إلى ما كنت، مثل ما قال
للأبرص، مع أنه جاء بصورته، جاء الأبرص بصورته والأقرب بصورته حتى يتذكر حالهما الأولى. ثم توجه إلى الأعمى فقال ابن سبيل إلى آخره، أسألك شيئا أتبلغ بها في سفري، يعني استعن بها في سفري، يعني أبيعها وأتخرج منها. قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فقيرا فأعطاني الله المال، خل ما شئت ودع ما شئت، مو بوحدة بس، خل ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فالعمى وفق واعترف بالنعمة وشكرها وجاد على السائل، قال خذ ما شئت، يعني ما ناخذ ثنتين أو ثلاثة أو أربعة اللي تبي اللي تحتاجه، فوالله لا أمنعك اليوم بشيء أخذته لله. فقال له الملك أمسك مالك، ما ننبغي، ما لي حاجة، فإنما ابتلي، أخبره بالحقيقة، أخبره بالواقع، فإنما ابتليتم، يعني أنتم فلان وفلان، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، نسأل الله العافية. هذا في هذا وفي الآية الكريمة وفي قول السلف السابق، كل هذا فيه دلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر الله على نعمه، وإذا كان الله قد أعطاه نعمة في مدنه يشكرها، في ماله يشكرها، وأن يحذر الجحود والنسيان، فإنه جدير بالعقوبة العاجلة والآجلة، فليتق الله وليشكر الله على نعم المال ونعم الصحة ونعم الدين إلى غير هذا، لا يكون جحودا بل يتذكر نعم الله عليه ويشكر الله بطاعته وترك معصيته والإنفاق في سبيله. هذا هو الواجب على المسلم، أن يشكر نعم الله التي من بها عليه بالجود والكرم والسعة والمساعدة للفقير ومواساة المحاويج، كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله في كل يوم ملكين كل صباح يوم، أحدهما يقول اللهم أعط موفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعط مسكا تلفا. فجدر بالمؤمن أن يتذكر نعم الله وأن يشكر الله بأنواع الشكر، من القلب من القول والعمل والصدقة وعمل الطاعات المتعلقة بالبدن والمتعلقة بالمال. وفق الله جميعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا أعرف. هل من شكر النعمة أن الإنسان يتحدث بها يقول إن الله أنعم علي بكذا وأنعم علي بكذا، وأما بربنا سبحانه يتحدث بها من شكرها على سبيل الشكر، على سبيل الإعتراف بنعم الله، مو على سبيل الخيلاء والتكبر. أصل الشكر واجب، والكفر كفر النعمة محرم من حرمات كبيرة، ما شاء الله. نعم، ما أعلم معنى إذا ورى ولي الأمر اختبار الناس، ما أعلم معنى إذا ورى ولي الأمر اختبار أحد، ما في معنى حتى يعطى أو يمنع، ما في معنى اختبار. نعم، يحتاج بجواز التمثيل بهذه القصة، هذا مو بتمثيل، هذه خلقة تجاه خلقة يعني ملكة على صورته، ما قال صورة إنسان، هذا شو أبرص يعني تمثيل، يكون ولا نعمر من عبد العزيز ولا فرعون ولا موسى يمثلهم. الوجوب إذا احتاج من يجب، هذا قادر يجب أن يواسيهم. سبحان الله، يمثل صور الأنبياء ويكفر الشيخ، يكفر اللي مثل السلام عليكم، أما يدعى النبوة يكفر، لكن مجرد التصوير السلام عليكم. سبحانك اللهم سبحانك. طعام الفقراء والمساكين أو الدعوة إلى سبيل الله، دعم الدعوة الإنفاق في الجهاد والدعوة من الجهاد. السلام عليكم. 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 السل
بعد العصر الدرس ممكن تشوف هذا أول.